تم الاختيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الاستعراض لخدمة جديدة أطلقتها الفيسبوك، وهي خدمة تصفح الفيسبوك بدون انترنت، طبعا الفيسبوك وبعض المواقع. بالنسبة للفيسبوك قراءة فقط، قراءة المنشورات مع عدم تحميل الصور أو الفيديوهات. بعض المواقع أيضا مثل الويكيبيديا والبي بي سي العربية لقراءة الأخبار، وآي كيو وذر للاطلاع على حالة الطقس، وغيرها من المواقع. الآن بالنسبة للمشتركين، مشتركين اللي يمتلكون خط كورك طبعا للمستخدمين في العراق، هذه الخدمة. اللي عنده خط كورك فعال، طبعا لازم يكون فعال، الصلاحية موجودة به، لكن ما يحتاج يفعل أي خدمة. أنا حاليا عندي خط كورك وفعال، وصحيح بي رصيد لكن ما مفعل خدمة، وراح نشوف أنه طبعا الرئيسية. من شروط أنه واحد عنصر جديد. تطفي الواي فاي وتشغل البيانات الخلوية، راح يظهر لك فوق بشرط الحالة حافة. طبعا لأهل البصرة وأهل شمال العراق عندهم 3G، خلون 3G، أنا خليت، وبعض مناطق بغداد أيضا يخلون 3G، أنا عندي 2G لحد الآن. كورك أدنى 2G فقط. نشوف فوق بالشريط 11 حافة. حافة طبعا. الإعدادات كالتالي، أنه طفي الواي فاي وشغل البيانات الخلوية. زين، لو نروح على الواتساب حتى نشوف مثلا أكو خدمة لو لا. روح على الواتساب. واتساب الأعداد تم الجهات الحديثة المفضلة أمريا حيدر علي الجمعة ندخل قائمة الدردشات الثلاثة، زر الاتصال، زر الرسائل الصوتية، معتم، زر معتم. زين الكامي رسالة حقل مصر. نكتب أنشاء رسالة ألف 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 أرسال معتم زر أرسال معتم. لكن الشاشة الرئيسية رسالة سفاري. سفاري سفاري قم بالبحث أو إدخال اسم الويب. حلو، نفتح السفاري يقول قم بالبحث أو إدخال اسم الويب. قم بالبحث. نكتب هنا العنوان حقل مصر internet.org. طبعا أنا نسختها وراح أتهجالكم إياها. عناوين خلنا نلصقها. تحرير نمط الكتاب أحرف، كلمات أحرف، نمط الكتاب أحرف، كلمات نقطة أشرت HTTP أحرف. ما عليكم بال HTTP، ابدوا من انترنت. كلمات HTTP أحرف I N N T K T E R R N K N E T T نقطة نقطة O R G O وتنطون انتر او جو جو. فتحنا الموقع اللي خاص بالبرنامج حلو، طلعنا البرنامج اللي أطلقته فيسبوك. طبعا لمستخدمي الأندرويد عندهم تطبيق يدخلون من خلاله، احنا من خلال السفاري. فري بيزك اسمه، فري بيزك. طبعا هذا التطبيق متوفر على جوجل بلاي، لكن ما أعرف هل هو متوافق مع الناطق أم غير متوافق. بالنسبة للإنترنت نشتغل من السفاري. خدمات مجانية تمت زيارتها رابط. طبعا هذا موقع الكورك، هم خالي الموقعهم، تقدر تشوف العروض من عنده وغيرها. برعاية فيسبوك بيانات اتصال مجانية تمت زيارتها رابط. حلو، أنا دخلت للفيسبوك قبل شوية. تواصل مع العائلة والمزيد من التواصل مع العائلة والأصدقاء تمت زيارتها مزيد من الخدمات رابط. هذا آي كيو وذر. حصل على معلومات محدثة حول طقس رابط. بينج رابط. بينج ابحثي عن المعلومات رابط. دي دبليو ميفرماينز رابط. دي دبليو اللي هي محطة إذاعة ألمانيا العالمية رابط. كرلفاك رابط. قراءة مقالات ونصائح للبنات رابط. وغيرها من مواقع مشاركة تحويل رجوع حول العثور على ما عثر على المعلومة ويكيبيديا رابط. وهاي ويكيبيديا اللي همنا الفيسبوك. برعاية فيسبوك تواصل مع العائلة فيسبوك بيانات اتصال مجانية تمت زيارتها فيسبوك بيانات اتصال مجانية تمت زيارتها رابط. KRW بف زر فري فيسبوك
facebook.com 88 فيسبوك ببيانات اتصال مجانية إعادة التحميل free facebook.com. وهكذا دخلنا إلى الفيسبوك بنجاح. خلينا نشوف. طبعا أنا سجلت دخول وحفظت كلمة السر. قال لي هل تريد حفظ كلمة السر؟ طبعا موجودة هاي الميزة بإعدادات السفاري. حفظت كلمة السر حتى هسه من أدخل للفيسبوك أقدر أدخل بدون ما أسجل كلمة السر. سبعة طلبات حسين موسوي صورة حسين السماوي الدفاع رئيسي كابل جيانتا كابل ايج سبعة كابل ار واحد صفحة اثنان من سبعة صفحة ثلاثة من عاش في بيت جده في موت جده وعمره ثمانية سنوات ثم يعيش في بيت عمه تزوج وعشق زوجته ثم تموت زوجته ويموت عمه في عام واحد عام الحزن مات أولاده ذكور جميعهم ولم يتجاوز سنتان من أعمارهم وماتت جميع بناته في حياته باستثناء حبيبته فاطمة علامة الحق المزيد رابط طبعا هذا منشور نقدر نقول له المزيد. طبعا الجماعة اللي يستخدمون الفيسبوك من الواي فاي من السفاري العفو هم اللي يقدرون يشتغلون بسلاسة بالنسبة لهذا. المزيد رابط. خلينا نعطي مزيد حتى نكمل المنشور. المزيد رابط. القارئ متوفرا فيسبوك ببيانات رئيسي عاش في بيت جده في ثم يعيش في بيت عمه تزوج ثم تموت زوجته ويموت عمه في عام واحد عمل مات أولاده ذكور جميعهم ولم يتجاوز سنتان من أعمارهم وماتت جميع بناته في حياته باستثناء حبيبته فاطمة التي لحقته بعد ستة أشهر قتل عمه حمزني ومثل بجثته وأكل كبده من الطائف ثم وضع اليهودي القدر وطرد ثم بعد هذا يقوم له يسأل لماذا يا رسول الله فيقول أفلا أكون عبدا شكورا ولكم في رسول الله أسوة حسنة صلوا على من وصفنا بأحبابه صلى الله على محمد وآل محمد نعم حاج يا سعدي ومؤج البحر رابط 18 دقيق كروب أحباب السماء المزيد رابط كروب أحباب السماء المزيد رابط أعجبني رابط خلينا نعطي لايك أعجبني رابط القارئ متوفرا فيسبوك ببيانات وماتت جميع بناته فيه مات أولاده ذكور ومات قتل عمه حمد طرب بل سجد أخذ ورداءه وشد وضع ثم وضع اليهودي القضارع وطرد من مدينته فعد إيقاف المحادثة المحادثة قيد ثم يعيش في ثم في عام واحد عام الحزن صفحة اثنان من قرب كروب أحباب السماء المزيد أعجبني تعليق أعجبني رابط تعليق رابط داخل صفحة مشاركة رابط تعليق رابط داخل صفحة فنعلق منذ اثنان دقائق حقل نص تعليق زر حقل نص قم بتثبيت انجلش اسنال رابط تحويل مع الابلغ عن مشكله رابط معلومات رابط مناقشه رابط رئيسي الاشاره الى الاصدقاء رابط خلي نترك هذا الامر لكن هو المنشورات موجوده تعليق رابط مشاركه انت واثنان اخرون رابط انت ومشاركه رابط تعليق رابط صوت اعجبني رابط اعجبني هاي يقول انت وثلاثه اخرون مشاركه انت واثنان اخرون رابط معجبون بهذا حلو يعني هسه انطينا لايك واحنا على الانترنت المجاني المتوفر من شبكة جوجل فيسبوك العفو بمساعدة مستخدمي بمساعدة شبكة كورك في العراق وهذا الشرح هو الآن قمت به حوالي الساعة الحادية عشرة وستة عشرة دقيقة مساء عنصر شريط الحالة أهلا وسهلا بكم وأتمنى أن تستمتعوا بهذه الخدمة وحسين العراقي دوما وأبدا يأتيكم بالجديد ويحييكم مبدل التطبيق سفاري قيد التشغيل واتساب قيد التشغيل أوديو شير قيد التشغيل الأعدادات أوديو شير قيد التشغيل أوديو شير قيد ريكوردر عنوان تم الاختيار ستوب زر